التشابيه، تشابيه تمثيليات، كانت من دين أهل البيت ولا شيء، بل هي طقوس نصرانية تلقى التشابيه تمثيليات، تمثيل كيف صلب عيسى عليه السلام وهم يضربون السلاسل عند الصليب، هذه يفعلها النصارى تماما مثل طقوس عاشوراء. طقوس عاشوراء طقوس نصرانية يهودية مجوسية مشكلة، جابوا لنا من كل نحلة مصيبة، المشي على الجمر جايبينه من المجوس، طقوس مجوس، ضرب السلاسل والزناجيج جايبينه من النصارى، التشابيه جايبينه من النصارى، هذه المناسبات التي يفعلونها في باب الحزن وغير ذلك كلها طقوس لا يعرفها أهل الإسلام. أما إذا أضفت الموضوع لعن الصحابة وهذا في زيارة عاشوراء، يلعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها تعرف سر الحرص على هذه الطقوس البويهية المجوسية التي أحدثت سنة 352، ما كان المسلمون حتى الشيعة أنفسهم يعرفونها قبل تلك السنة. لاحظ بين الاختراع هذا وبين استشهاد الحسين رضي الله عنه نحو 300 عام، 300 سنة ما أحد سوى هالأمر حتى جاء المجوس بنو بويه وحكموا العراق، وجاءوا سنة 352 على يد عضد الدولة البويهي المجوسي اللي حكم العراق، فنشر البدع، منها بدعة عاشوراء ومنها بدعة عيد الغدير أول مرة يحتفل فيه في تلك السنة. الشيعة عندهم شعائر الآن في يوم العاشر من محرم، الآن أنتم لا توجد كثير من هذه الشعائر بيني وبين الله، لا تجد لها لا أصلا قرآنيا ولا أصلا ماذا؟ حديث. حديثيا بيني وبين الله، وإنما أصله ما هو؟ أصله تاريخي فقط. ما راح نتكلم عن الطقوس الثانية، المشي على الشوك، المشي على الجمر، المشي على الزجاج، ركضة الطويريج، قصة ركضة طويرج والمسافة 22 كيلو ناشئة من خرافة وأسطورة أن واحد اسمه طويرج كان على مسافة 22 من قبر سيدنا الحسين المزعوم، طبعا أن قبره مش قبر كما هو كلام المحققين، وفجأة وهو قاعد يصيح طلع من المأتم يركض إلى القبر والناس وراه، ومن ذاك الوقت من تقريبا 150 سنة صارت هذه سنة وصارت تراث أهل البيت وصارت من إحياء ذكرى الحسين وصارت على طريقة علي بن أبي طالب وهي من 150 سنة. أنت تجد الآن كثير من هذه الشعائر بيني وبين الله، لا أصل ديني، لا قرآني، لا روائي، لا ذوقي، لا أخلاقي، لا عقلائي. ماراثون الطويريج لا أبشركم حطوا فيها زحف على البطن، يخلق الله ما يشاء، لأنه صاروا مثل الدواء، منها من يمشي على أربع ومنها من يمشي على رجلين ومنها من يمشي على بطنه، تقليد لجميع الدواب، باقي يصيرون بعوض يطيرون. لا، البعوضة صار علي بن أبي طالب كما هو تفسير القمي في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لا صار البعوضة علي. أن القمي يصف علي بن أبي طالب في بالبعوضة، فهل أن علي بن أبي طالب بعوضة؟ نعم، رضي الله عن علي وقاتل الله المجوس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.